Berus Choice Mari, Namev Marif to Gof Yezje of O Ash O Elielu. Oh, yeah. I trip her before it, I don't know them. Elengil. Elengil, Maluna Metta. Elengil is set. Mimuguanazima. Gilmata, Savashin, Savashin, Hamsurbe. Κύριο το καταξίδι στην ημέρα τη ακρόαση, ω κυρίων και των σώνων, μόνο και τύψω με σοφία ορθία, ακούσει μόνο το άγιο Ευαγγελί. Ο Άννο είσαι εύρωχη με φαγγελίο, ναι, σοβαρ. Κάτα με τσιωνά, ο γεύ, σα η κυρία. Το ότι να μου την τεύει, ηγεμόν, αλλού. Αλλοίεν ίσως εχθρόν, ως τη μεταγκρίνα σου ακά, τα μαρκουν άγγε, ιόνξας η κυρία. Ότι βιεγράφεν τί έτυφε, να σε σχιόν πιζί, ευγόρον τί οδάς, ως τη μεταγκρίνα σου ακά, τα λουκαν άγγε, ιόνξας η κυρία. Σε βίνει, Εμώ φεύγω στην Ευαγγελία στο Εκάτο, αν λάγει, σας η κυρία. Βίλα του ζήτα, άψω τη μηνά, σας η Ευαγγελία στο Εκάτο, σας η κυρία. Αν γίνει σαν σε τρέμω κουμαζί, μάλλον γίνει μάτια 27, 27, 25, Όρος 15, 16, 33, Λούα, 23, 26, 44, Ιωάννα, 19, 13, 27, المزمور 37, 21, 22, مزمور 21, 16, 17, 8, 9, 9. من 30 مزامير معلمنا ما يدود دم الكنيزة تبقى كترين عمين رفضوني على الحبيب مثل ميت المرزول وجعلوا مسامير في جسدي فلا تهمني يا ربي وإلهي هل ساقب يداي ورجلي وحسو كل هذا مقتصم سيابي بينما على الباس اكترع وتكلم وشفع محرك الوس مقراره كان يأمر فتكل على رب فليخلص ونجي إن كان أراد هلو يا الله ما ترفع علينا ورحمنا جعلنا مستحقين سمع انجيلك المقدس بس مش عارفين انجيل معلمنا مالي مات البشير تلمس التبركة على النبي هنا اذن احد جند الوالي يسوع ادخلوا الى الايوان وجمعوا عليه كل الكتيبة فاروا البسورة ده كل مزين وضفروا الكيلة من الشوك وضعوه على راسه وجعلوا في امينه وقصبوا كان يقصون على ركبتين قدامه ويستاذون به قائلين السلام لك يا ملك اليهود وكان يبصقون في وجهه عزوا قصبوا ضربوه على راسه فلما عزوا به نزعوا عنه رداءه والبسوا ثيابه فأخذوه فهم مخارجون وجد رجل قيرانين اسمه سمعان فسخروا ليحمل الصليب ولما أتوا إلى الموضع سخروا ليحمل الصليب ولما أتوا إلى الموضع الذي يقال له الكلى لازم موضع جمجمة وخلى المنزوجة مرارة لما ذاق لم يرد أن يشرب ولما صلبوه اقتسموا ثيابه بينهم مقترين عليها ثم جلسوا يجلسون هناك وكتبوا قضيته فوق رأسه مكتوب وهكذا هذا هو يسوع ملك اليهود حينئذ صلب معه رصين واحد عن يمينه وواحد عن يساره وكان المختزون يجدفون عليه ويحركون رؤوسهم قائلين يا ناقض هيكل الله وبنيه في 3 أيام خلص نفسك إن كنت أنت أو ابن الله فانزل خشب وكذلك رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ كانوا يستهزئون به قائلين خلص آخرين ولم يقدر خلص نفسه إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن على الصليب نؤمن به إن كان توكلنا على الله فلينقذه كان يريده لأن إن كان يريده ينقذه الآن إن كان يريده لأنه قال أنا هو ابن الله وكذلك لسان الذين معه الذين صلب معه كانوا يعيرانه ومن وقت الساعة السادسة كانت ظلمة الأرض إلى وقت الساعة التاسعة والمجد لله دائما نلاحظ فعلا في ظلمة
تعمل تقسيم بالتبقى.